في البداية وقبل ما أبدأ كلامي عايزة أهني كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، مش في مصر بس وفي العالم كله، وأنا عارفة إن إحنا بالملايين خارج مصر تحديدا على المباراة العظيمة اللي فاز بيها النادي الأهلي على الوداد المغربي امبارح بهدفين سجلهم طبعا أفشة وعلي معلول. مباراة هتفضل عالقة في أذهاننا، لكن في نفس الوقت مش عايزين نبالغ في الفرحة. طبعا سعداء بلاعبتنا ومدربنا الجديد وسعداء بشناوي جدا، ولكن الإفراط في الفرحة والاحتفال مش حاجة إيجابية، بس حاجة يعني خلاص عملناها امبارح وهننا بعض، وكرة القدم ما فيهاش مستحيل. وطبعا فريق الوداد فريق كبير عنده لعيبة على مستوى فني وبدني متميز، وأكيد هيكون عندهم الرغبة في إن هم يعوضوا عندنا في القاهرة في الشوط الثاني يوم الجمعة اللي جاي.